الانتفاضات في شرق البلاد العربية والإسلامية وغربها والمغرب، وجزء من الأمة العربية والإسلامية نهض منذ اللحظة الأولى التي وقع فيها هذا العدوان الغاشم، وخرج عن بكرة أبيه في جل مدن المغرب. ويكفي أن أقول لكم بأن جماعة العدل وإحسان وحدها خلال هذه الأيام نظمت أكثر من 60 مظاهرة ومسيرة، بالإضافة إلى عشرات المظاهرات التي نظمت باشتراك مع مختلف مكونات المجتمع. ما مدى قدرة هذه التظاهرات في رأيك سيد فتح الله؟ ما مدى قدرة هذه التظاهرات والتحركات الشعبية على التأثير على القرار الرسمي العربي والمغرب مثل؟ لنعكس السؤال ونقول لنتصور لو أن هذا العدوان الذي يقع على إخواننا وأهلنا في غزة جوبها بسكوت وبصمت شعبي، إضافة إلى السكوت والصمت الرسمي، ماذا ستكون وضعية إخواننا وأهلنا في غزة؟ إن هذه الوقفات وهذه المسيرات هي بمثابة دعم، ودعم قوي لإخواننا وأهلنا في غزة ليزدادوا صبرا ويشعروا بأنهم ليسوا وحدهم، وأنه إن كان الحكام خذلوهم في مثل هذه المواقف فإن الشعوب معهم، وإن كل هذه المظاهرات وهذه المسيرات التي تخرج ترسل رسائل أساسا إلى الشعب الفلسطيني، وإن الأيام المقبلة ستشهد مزيد من هذه المسيرات ومزيد من هذه التظاهرات لكي تزيد من تعبيرنا لإخواننا في غزة على أننا معهم، ونسأل الله لهم النصر والثبات واليقين، ونقول لهم إنكم تضربون للأمة العربية والإسلامية أروع الأمثلة للصمود والجهاد والإباء. نعم، هل هناك خطط لفعاليات أخرى غير التظاهر و يعني المسيرات، تقديم مساعدات، إرسال المساعدات مثلا إلى الشعب الفلسطيني؟ نعم، نحن بصدد ذلك، فنحن بالإضافة إلى هذه المسيرات والمظاهرات التي ستستمر إن شاء الله وسترتفع وتيرتها في الأيام المقبلة، فسننظم كذلك مناسبات لجمع التبرعات، فإخواننا في غزة الآن محتاجون للدعم المادي بالإضافة إلى الدعم المعنوي، ونحن سنطلب من حكامنا العرب التي